Worksheet 6. A well to all the standard deviation of data set is 25. يبغى الفارينس. الفارينس هو اس تربيع. الستاندرد ديفيشن هو اس. فناخذ 25 ونربعها يطلع عندنا 625. الثاني يبغى الرينج. الرينج وشو؟ أكبر قيمة ناقص أقل قيمة. أكبر قيمة 17، أقل قيمة 1. 17 ناقص 1 16. السؤال اللي بعده: Which of the following is used to compare the standard deviation of two variables if the units are different؟ إذا قال different على طول نختار هذا. Which the following is not measure of the of variance. الرينج تبعنا، الفارينس تبعنا، الستاندرد ديفيشن تبعنا، بس الويتد مين ما له دخل في السالفة، فيكون هذا الجواب الصح. Find the variance of for the given population data. يبغى الفارينس. الفارينس هذا قانونه، إن مجموع الX ناقص المين مربعين على الN. الX هذه هي الأرقام اللي أعطانا إياها في السؤال، الداتا ست. المين هذا هو المين. كيف الحين وش بنسوي؟ نطرح المين، نطرح الإكس من المين ويطلع عندنا هذا الجواب ونربعه، نقسم على الإن. اللي بعده، أوكي، هو هني طلب وشو؟ الفارينس. الفارينس 12.64، نحطه تحت الجذر يطلع عندنا 3.55. يبقى الرينج. الرينج أقل قيمة هي 1، أكبر قيمة هي 50، فيطلع عندنا 49. نصرحهم من بعض. يبغى الفارينس، نحط الأرقام زي ما هي، بعدين الفريكونسي، بعدين الإكس إم اللي هي الميد بوينت. نضرب الفريكونسي في الإكس، الفريكونسي في الإكس إم، يطلع عندي هذا. ناخذ السم حقه ونربع عشان نقسمها على الإن. هذا قانون الستاندرد ديفيشن اللي تحت الجذر حق الفارينس.